كان اكو موقف لمجموعه من نواب نينوى بان تكون مدينه الموصل منكوبه، واعتقد صدر قرار الموصل وبعض نعم المناطق من سهل نينوى بان تكون منكوبه، وصدر هذا القرار. ولكن كان بودنا ايضا ان يكون دور لمجلس محافظه نينوى في هذا الامر، وان يرفعون باعتبارهم الجهه الرسميه تمثل ايضا نينوى، ان يكون لهم دور حقيقي في هذا الامر، وان يكون اصواتهم عاليه بهذا الاتجاه، لكي يعني يكون الموضوع موضوع دولي وموضوع يعني ليس فقط على العراق، وانما حتى المنظمات الانسانيه والجهات الانسانيه. البرلمان الحقيقة صوت على هذا الموضوع في حينه، ولكن أن يعني يكون لمدينة الموصل خصوصيا فقط، ممكن أن تعاد الكرة مرة ثانية على أن تكون مدينة الموصل فقط هي المدينة المنكوبة، لأنه وخصوصا الجانب الأيمن المدينة القديمة شاهدناها بأم أعيننا فعلا مدينة منكوبة، وكأن يعني عملية الخسارة فيها أو الأضرار فيها 100% في هذه المدينة. أنا أعتقد بأن البرلمان العراقي يعني متوافق معنا ومتعاطف مع الموصل بهذا الاتجاه، في أي شيء باتجاه الموصل سوف يصوت عليه. يعني أنا أعتقد بأنه أكو إجراءات، ولو الإجراءات ضعيفة صراحة حتى أكون واضح. القرار مجلس النواب هي اعتبرت مدينة الموصل مدينة منكوبة، وقبلها أيضا كانت لسنجار، وبعدها سهل نينوى، يعني وقبلها بعض المدن العراقية كانت تكون أنبار وبعض مناطق ديالة أيضا تم التصويت عليها، ولكن إجراءات في البرلمان ليست في الصورة القوية والحقيقية. أنا أقول بأنه يجب أن يعني يتم التوجه إلى كل دول العالم وإلى كل المنظمات وإلى الدول العربية بمساعدة مدينة الموصل ومحافظة نينوى بعملية الإعمار، لأنه الإعمار الحقيقي يعني لا تستطيع الدولة العراقية بما موجود عندها من أموال اللي هي بسيطة جدا أو قليلة بإعمار هذا الكم الهائل من الضرر الموجود في محافظة نينوى وفي مدينة الموصل. فهي يعني المسؤولية يعني ضمنية على الكل، يعني مجلس النواب أو أعضاء مجلس النواب في البرلمان العراقي عن نينوى ولهم دور، ولا كان لنا دور في أن يكون هناك صندوق إعمار لمحافظة نينوى إيراس الهيتي، وكان أيضا لنا دور في التوجه إلى السفارات والمنظمات بعملية إيصال وضع الموصل والرؤية للموصل، ولكن أيضا يجب أن يكون دور لمحافظة نينوى ومجلس المحافظة دورهم مغيب بالكامل بهذا الأمر بعملية الإعمار، فقط ملتهين بالمشاكل الداخلية. وصراحة صاير المجلس عبارة عن بورصة لا يهتم لأمور الموصل، مرة يريد يقول المحافظ وتأخذ أموال، مرة يبطلون عنه وتأخذ أيضا أموال، وصاير عبارة عن بورصة صراحة. أتكلم عن مجلس محافظة نينوى اللي هو مباشرة يمثل الموصل، صاير يعني عندهم موضوعهم كأنه بورصة، يعني مع الأسف أن يمثلون بعض هؤلاء أو أغلب هؤلاء بعضهم يمثلون نينوى، من المعيب أن يمثلون نينوى لأنهم صايرين عبارة عن بورصة فقط شغلتهم أموال وابتزاز، مرة يأخذون من المحافظ مرة يأخذون من جهات ثانية. وهذا الشيء اليوم الموصل يعني تحتاج لرجالها الحقيقيين، تحتاج وقفة حقيقية. مو الموضوع أنه المسؤول يجي يملي جيبه على حساب الموصل أو باسم الموصل، هذا شيء معيب صراحة. على كل مسؤول يعني يتخذ مكانه ومقامه أن يكون لفائدته الشخصية، والناس في الخيام والوضع في الموصل تعبان ومدينة الموصل مدمرة بالكامل. مجلس محافظة في كارثة الموصل كل 3 أشهر 4 أشهر يجتمع مرة، أنت شايف هيسي هم يفترض كل يوم يجتمعون مرة، يفترض كل يوم يجتمعون مرة، يفترض بالأسبوع أقل شيء أقل شيء أن يجتمعون 3 مرات، أن يناقشون كل شيء، أن يكونون في أرض الواقع. لا يوجد مجلس حقيقي يمثل المحافظة. السيد بشار الكيكي يتكلم عن 21 وحدة إدارية يريدون الانضمام إلى استفتاء كردستان، هل هذا يمثل نينوى؟ هل أنت تمثل نينوى أو تمثل إقليم كردستان؟ يفترض يكون ممثل لإقليم، ممثل لمحافظة نينوى ليس للإقليم. لا يوجد مجلس حقيقي في محافظة نينوى، المجلس عاجز صراحة كاملا. وأنا قلت للأخوان حتى يفترض يعني أن يكون لولا بعض الشخصيات الجيدة به يفترض أن يحل هذا المجلس، لأنه المجلس في هذه الأزمة في هذا الكارثة التي لا تحصل على أي دولة من دول العالم اللي حصلت على الموصل، لا يجتمعون إلا كل 3 أشهر أو شهرين مرة، واجتماعاتهم خجولة ليس فيها هدف ليس فيها منطق،
وأنا في قناعتي يجب أن لا يمثلوا الموصل في هذه المرحلة. أنا أقول يعني هي رسائل إعلامية ورسائل، أما هي يترتب عليها أموال أو صرف أموال، لا يترتب عليها شيء لحد الآن، ماكو بالقانون يرتب. إحنا سوينا قرار في مجلس النواب بأن تكون مدينة الموصل مدينة منكوبة، وبعض مناطق من سهل نينة، وهذه صوتنا عليها. ولكن أن يترتب عليها شيء، لا يترتب عليها شيء من المال، ولكن يترتب عليها ضغط دولي، ضغط على الحكومة، توجيه رسائل إلى العالم، إلى المنظمات المجتمع المدني، إلى الدول المانحة، يترتب عليها هذه أوراق وقرارات تفيدنا في الدول المانحة والدول العالم التي تريد أن تساعد العراق.